طيب ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. مش محتاجه اعرف نفسي بقى، يعني انتوا عارفيني صح؟ كل سنه وانتم طيبين وكده. طيب احنا النهارده هنتكلم على الديسيشن ميكنج او الكيسز، ازاي باخد ديسيشن ميكنج. احنا بيبقى عندنا كذا اوبشن، تمام، كذا الترناتيف اوبشنز عندنا كتيره، وبيجي الاناليست المحلل او الناس اللي بياخدوا القرار يعني بيبقوا عايزين يشوفوا احسن حاجه يختاروها لمعطيات معينه او سيتويشنز معينه عندنا في الحاجه بتاعتنا يعني، تمام. فقالوا ان احنا عندنا 6-7 كيسز عشان اختار احسن سولوشنز، او يعني احسن الحاجات، في حاجات احسن الحلوين وفي حاجات احسن الوحشين. لما حطوا كذا اوبشنز ممكن ايه اللي يحصل، مثلا خساره، او ان انا مثلا اشوف ما يحصل خساره معينه فانا عايزه اشوف اقل خساره ايه اللي يحصل، الحاجات دي يعني، تمام. فكانوا ما الدكتور كانت مقسماهم على 2 lectures، حاجات ليها علاقه بانسرتينتي وحاجات ليها لو في ريسك. فالريسك كان اللي هو الاكسبكتد فاليو موديل والاكسبكتد اوبورتونيتي لوس. لو انسرتينتي بيبقى بيعبر عنها بخمس حاجات، اللي هي ماكس مينيمم، ماكس ماكس، هيرتس كيس، ميني ماكس ريجارد، لابلاس كيس، تمام. هو بيجي يقول لك، يحكي لك سيتويشنز معينه ومديك تيبل او باي اوف تيبل معين. باي اوف ده بيبقى عباره عن نمبر اوف ستيتس او الحاجات الايفنتس اللي عندنا، والبروفيت مثلا بتاع كل كيس في حاله معينه مثلا، او يعني على حسب اللي هو هيبقى شارحه لك. بيبقى عندك تيبل او انت ممكن تعمل التيبل، وبناء على التيبل ده انا هاجي اختار القرار على ايه، على حسب هو عايز اني كيس من الكيسز دي او اني ديسيشن انا همشي عليه. فمثلا اول واحده ماكسي مينيمم، دي معناها ايه؟ معناها ان انا ببقى متشائم، بسمست. يعني ايه متشائم؟ يعني انا هاجي اختار احسن الوحشين، انا هتشائم واني هشوف الوحش، ماشي، واختار الوحش، الحاجه الوحشه، واختار من الالترناتيفز الوحشين كله، واشوف ايه احسن حاجه في الحالات الوحشه دي، ويبقى هو ده ايه زي ما بيقولوا احسن الوحشين. فده الماكسيمم. الكلام اللي انا بقوله ده هيتفهم اكتر في الاكزامبل، يعني انا بس بتكلم اكتر كروز في الاول، لكن الاكزامبلز اللي هتبان اكتر، تمام. طيب تاني حاجه ماكسي ماكس. ماكسي ماكس بقى انا واحد متفائل قوي وعارف ان كل الالترناتيفز هتكسب، فاعلى كذا باين ايه، اعلى بيست كيس ايه هي اللي هاخدها، فده اسمها بيست كيس، تمام. طيب هيرتس كيس سنسيتيفيتي بقى هيبقى عندي زي الفا او ريشيو معينه ما بين كل الالترناتيف والتانية، فانا هبتدي اشوف الريشيو دي عامله ازاي، وبرده هجيب فاليو معين اكوردنج للريشيو دي، واخد احسن الريشيو، احسن فاليو منهم بناء على الايكويشن دي. بمعنى انا هجيب بقى احسن الوحشين واحسن الحلوين، وهاخد كومباينيشن ما بين الاثنين، واشوف احسن كومباينيشن ايه، هو ده اللي هيبقى ايه الديسيشن ميكنج بتاعي اكوردنج للايكويشن دي. والالفا هو بيبقى مديها لك، فلو الالفا مثلا 0.4 فانا هقول 0.4 في البيست بيست بلس 1 ماينس الالفا دي يعني 0.6 من البيست وورست، وهطلع فاليو لكل الالترناتيف واخد بيست من الالترناتيف دي هتبقى عامله ازاي. هي دي الديسيشن ميكنج بتاعي، تمام. طيب بعد شويه في حاجه اسمها اوبورتونيتي لوس، اسمها ميني ماكس ريجارد كيس. لو انا بقى حظي سيء وفي خساره فجاه جت في النص مش عارفها، ان مش في حساباتي مش عارف ايه، فبيعمل حاجه اسمها ريجارد تيبل، ويبتدي يشوف الريجارد ده وبناء عليه يشوف برده الديسيشن بتاعه هتبقى عامله ازاي، تمام. الريجارد ده هشرحه احسن على الاكزامبل، يعني مش هتفهموا التيبل ده كده، هتفهموه لما اجي اعمله. بس هو بيقول ايه، انا عندي تيبل باي اوف، فاحسن في كل كولم قيمه عاليه هياخدها، ويقوم طارح التيبل الكولم ده كله من الفاليو دي. ما انا بقول لكم مش هتفهموها اكتر غير من ايه ما يجي الاكزامبل، فخليني احسن اسكيب وهطبقها على الاكزامبل، تمام.
بعد شويه في حاجه اسمها لابلاس كيس. لابلاس كيس دي ان هم ايكوالايز probability، يعني انا عندي كذا احتمال لكذا alternative، فانا هايكوالايز البروبابيليتي بتاعت الثلاثه ان هم هيحصلوا ايكوال بعض. فانا مثلا لو عندي ثلاثه يبقى كل probability من دي واحد على ثلاثه، واقوم ضربه كل قيمه لكل alternative في واحد على ثلاثه دي، واقوم مطلعه value واشوف برضو البيست واختار بناء عليه. دي كلها analysts هم اللي اختاروا decision making يعملوها بالطريقه دي. تمام. طيب under risk بقى لا، هيبقى probabilities مش متساوية، هتبقى كل كيس او كل alternative ليها probability بتاعتها. فقال لك ال expected value model هي كل probability هتتضرب في ال alternative بتاعها. مش انا بقول واحد على ثلاثة في دي في اي مش عارف ايه، مش هتبقى بقى واحد على ثلاثة، هتبقى قيمة ال probability ب 0.6 0.3 مش هيبقوا متساويين بقى. تمام. ايه تقول ايه؟ مش سامع. بتبقى جيفن طبعا. تمام. وتحت نفس الفكره ده، بس بدل ما بضرب في البي اوف تيبل لا بضرب في الريجارد تيبل. يعني انا بقى بعمل الريجارد وبعد كده اقوم عامله له ايه البي البروبابيلتي بتاعته فيه. تمام. خليني يبان احسن في الاكزامبل. بس دي الكيسز اللي عندنا او دي الاسئله اللي هيسالك عليها، مثلا يجيب لك اكزامبل يقول لك كل الكيسز دي. تمام. تعالوا مثلا نشوف الاكزامبل رقم 1. شيت 1 ده انتوا حليتوه سلمتوه. السؤال الثلاث اسئله التانيين بتوع الاستراتيجيك بلاننج مش محتاجه، دول نظري برضو، يعني ده من الشيت من المحاضره بتاعت الدكتور او من الريفرنس، فمش مستاهل اعمل عليه اساينمنت. بالظبط. يعني احنا هيبقى في اساينمنت النهارده في الشيت ده. ليه ايه؟ ما هو في ميد ترم وفي درجات وفي اعمال سنه. معلش مسالتي. طيب اما هو من الشيت اكيد. طيب اول مساله بتقول لي ايه؟ بيقول انا عندي وي كير نيولي فورم البرايمري كير جروب. جروب اسمه وي كير بيحصل له انشاء. تمام. سيكينج الوكيشن امونج فايف بوسيبل سايتس، بيدور على لوكيشن ياخدوه. فاللوكيشنز دي الستيت اوف نيتشر بتاعته او الايفنت اللي هو طالبها. تمام. هيختار اني لوكيشن بناء على داي اوف بروفيت بتاعه لما يكون انا عندي بروفيت هاي او ميديوم او لو، ومديك التيبل بتاع البروفيت بتاعته. تمام. طيب هو هيختار اني واحد من السايتس دي بناء على ايه؟ بناء ان هو بيقول لك اول كيس لو انا من الممبرز بتاعت الاناليست بيسمست متشائمين، عنده التيبل ده وانا واحد متشائم، هعمل ديسيشن ميكنج على اساس ايه؟ على اول كيس. طيب هعمل على اول كيس ازاي؟ طب انا كنت عايزه اسيب دي عشان يبقى قدامنا، همسح ازاي؟ طب مش محتاجين بقى، ما احنا كده كده هنعملهم ايه على المساله على طول. هنمسح على ايه دول؟ وهحل يعني انا همسح دول اسهل امسحهم، دول اصلا سهلين، واحد ورست واحد بست مش محتاجه دول حتى الرولز. يا اما يديك التيبل جاهز بتاع البي اوف ده، يا اما هيشرحها لك كتابة وانت اللي هتقوم ايه؟ عامل له البي اوف ده، يعني يقول لك مثلا فور سايت ايه البروفيت فور هاي بكذا، فور لو بكذا، فور ميديوم بكذا، فور سايت بي يحكي قصه، فحضرتك تاخد القصه دي تقوم ايه؟ عاملها له، حاطط له الايفنتس اللي هي الايه السايتس اللي هو محتاج يختارها على الشمال A وB وC ودي مثلا وE ايا كان كام كيس، وعلى اليمين كل كيس من دول ليها ايه ايه البروفيتس او ايه الحاجات الكارتيه اللي انا هختار عليها اساسا. تمام. بس هو هنا مديك التيبل جاهز. الهاي ده لو انا بروفيت بتاعي هيبقى عالي قوي، لو البروفيت هيبقى ميديوم، والبروفيت هيبقى اقل حاجه في البروفيت.
على حسب المتطلبات بتاعت الليفلز بتاعتي. يعني البروفيت ب 1000 لكل ديماند ليفل. لما انا هطلب دومانس ليفلز كتيره الدومانس ليفلز هتبقى كتيره وعاليه، البروفيت ليها هتبقى 350,000. في حاله الميديوم دومانس يعني لما هطلب متطلبات متوسطه للسايد ده البروفيت ليه هيبقى 150. في حاله ان المتطلبات ما تبقاش عاليه تبقى قليله البروفيت بتاعها 250,000. ماشي، هو ده بروفيت للمتطلبات الدومانس بتاعتي. ماشي، دي مش قيمه البروفيتس السنويه للهاي او لو او ميديوم، لا للدومانس للطلبات بتاعت السايت. تمام. طيب التابل ده انا الكرسي ده هيكعبني، خليه هنا كده. هو عامله ايه على جنب هنا كده، هو قايله انا عندي A وعندي B وعندي C وعندي D وعندي ايه E، صح كده؟ وعندي هنا مين ملوني ال هاي ميديوم ولو. ماشي، هنا كام؟ 350 150 250 590 350 و 500 600 225 ها 450 250 ها 475 225 200. ده التيبل بتاعي صح. اول كيس كان بيقول لي ايه بسمست صح، اللي هي الورست صح. ايه بقى الورست للكيس دي؟ اني هياخد اقل قيمه 100 ايه و50 مين 350 وهنا 225 وهنا 250 وهنا 200. تاني لما يكون عندي سايت في حاله الهاي واللو والميديا، اوحش الوحشين في السايت ده هيبقى ايه البروفيت بتاعي؟ سوري، الوحش في البروفيت بتاعي هيبقى مين؟ ال 150 صح؟ هنا لو انا في السايد ده اقل مكسب ايه هكسبه؟ 350 في السايد ده، 225 في السايد ده، 250 في السايد ده، 200 صح؟ طيب احسن بروفيت فيهم بقى مين؟ احسن بروفيت 300 ومين؟ و50. احسن الوحشين، مش دي معناها ان انا جبت الوحش في كل كيس واخدت احسن الوحشين؟ فهو ده لما يكون انا واحد متشائم وهخسر في المشروع بتاعي، فانا عايز اطلع باحسن مكسب في حاله الخساره. يبقى اني سايت اللي انا هختاره بي، يبقى according للبيست ميثود البيست ديسيشن فور ذا سايت هو هيبقى مين؟ سايت بي. تمام. يبقى رقم ايه البيست سايت هيبقى مين؟ هيبقى بي. تمام. طيب نعم، يعني اخدت اللو على طول؟ لا، ومين اللو احسن حاجه؟ 150 بتاعت الميديوم هي اللي اوحش حاجه، هي دي اقل بروفيت انا خدته. انا عندي دلوقتي دوماند هاي وميديوم ولو لنفس السايت، الخساره امتى؟ اقل خساره انا هكسبها امتى؟ هبص على الكولوم بتاع السايت لكل الترناتيف، ما ده اسمه الترناتيف الكولوم الرو، سوري الرو ده كده الترناتيف. تمام، او ستيت اوف نيتشر بتاعتك او الايفنت بتاعك اللي انا عايزه بناء على اللي انا حطاه اختار عليه سايت واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه ولا خمسه. ف
فأوحش الوحشين مين؟ 150. نفس الكلام على الباقي، تمام كده؟ طب أنا اخترت الوحشين، إيه بقى أحسنهم؟ 350. يبقى السايد بتاعي هو مين؟ البي، تمام؟ طيب رقم بقى بي بيقول لي إيه؟ لو أنا بقى أوبتيمست يعني متفائل بقى، واحد كده متفائل وإن شاء الله المشروع بتاعي والسايت بتاعتي واللوكيشنز بتاعتي هكسب، هيبقى عايز إيه بقى؟ ده أوبتيمست اللي هو بيست بيست، يبقى أنا محتاج أعمل كولم تاني اسمه إيه؟ اسمه بيست، تمام؟ البيست ده هيبقى إيه؟ أختار إيه؟ القيم بتاعتي اللي هي تبقى 350 وهنا 590 هنا 600 هنا 550 475 هيبقى مين احسنهم؟ هيبقى 600. يبقى في حاله ان انا واحد متفائل وهكسب اعلى كسبان واعلى بروفيت يبقى مين السايد بتاع اللي انا هختاره؟ يبقى البيست سايد هيبقى سي، تمام؟ ماشي. طيب رقم بقى سي بيقول لي ايه؟ لو انا هستخدم اللابلاس استراتيجيتي ايه السولوشن بتاع السايد بتاعي؟ اني سولوشن انا هختاره؟ لابلاس. لابلاس دي اللي هي مين؟ اللي هي دي اللي انا هعمل ايكوالايزيشن للبروبرتيز بتاعتي. انا عندي كام احتمال؟ 3. يبقى كل واحد فيهم كام؟ يبقى 1 على 3 1 على 3 1 على 3، تمام؟ طيب هقوم عامله ايه بقى؟ هبقى قايله الاكسبكتد فاليو اوف ايه هتبقى عباره عن ايه؟ كولم الرو الاولاني بتاع ايه هتبقى عباره عن ايه؟ 1 على 3 في مين؟ في 350، صح؟ بلس 1 على 3 في مين؟ في 150. يعني انا ممكن اخد 1 على 3 كومن، صح؟ فاجمع دول واقسمهم على ايه؟ 150 زائد 250، تمام؟ هتطلع القيمه بكام؟ 250. يبقى انا ممكن اعمل هنا كولم ثالث اسمه لابلاس. لابلاس دي هتبقى اني فاليو اللي هتتحط؟ القيمه اللي هي الاكسبكتد فاليو بتاعت الثلاثه، تمام؟ ما انا عندي ثلاثه بقى، فانا هاخد جزء من ده وجزء من ده وجزء من ده لو هيحصل يعني كومباينيشن من الدومانس لما يكون هاي او ميديوم او لو، فانا هاخد كومباينيشن، بس الكومباينيشن اللي هيتاخد ده ايه؟ ايكوالايزد، البروبابيلتيز بتاعتهم ايكوال بعض، فعشان كده قلنا 1 على 3، تمام؟ طيب يبقى دي القيمه كام؟ 250. طب اكسبكتد فاليو للبي هتبقى عباره عن ايه؟ 1 على 3 في مين؟ في الرو بتاعه اللي هي 590 بلس 350 بلس 500 هتطلع بكام؟ هتطلع 480، تمام يا شباب؟ بقوم حطها فين؟ هنا، ماشي؟ الاسهل ان انا اقوم كاتباها او عاملاها بايدي هنا واقوم حطاها جنب فوق في الجدول عشان في الاخر اقوم ايه؟ مختاره احسن، اوكي؟ يبقى للسي هتبقى عباره عن ايه؟ 1 على 3 برضو في مين؟ في المجموع بتاعهم 600 بلس 225 بلس 250 هتطلع بكام؟ هتطلع 358.3 تقريبا، تمام؟ صح كده؟ محتاجين اكتب الباقي ولا اكتبهم فوق على طول في الجدول؟ خلاص بقى هقول له هنا فور دي على طول بكام القيمه؟ هنا 400 للاي هتطلع ب 300، يبقى هنكتب هنا 400 وهنا مين؟ 300. مين احسنهم؟ 480 اني يبقى البيست سايت بي
هو بقى يفضل يعمل كده لما يسألك على كل الكيسز يعني. نعم؟ هتقسم على 4؟ لو 5 هتقسم على 5، لو 2 هتقسم على 2. تمام؟ وهما ايكوالايز بعض. كأني بجيب الافريج، صح؟ لا بلس ان انا كأني بعمل ايه؟ الافريجنج ما بين الاحتمالات. تمام؟ طيب رقم، هي احنا وصلنا لمين؟ دي كانت سي، صح؟ رقم دي بقى طيب رقم دي بقى عايز مين؟ الميني ماكس ريجارد سولوشن. تمام؟ اللي هو فين بقى؟ اللي هي الكيس دي. ماشي؟ هنمسح ايه؟ امسح ايه؟ همسح ده. خليني امسح الجزء بتاع لابلاس وبعد كده بنمسح اللي فوق. ماشي؟ طيب رقم دي بقى، رقم دي بيقول لي ايه؟ عايز ريجارد، انا عايز اعمل التيبل ده. ماشي؟ التيبل ده هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن عندي هنا A وعندي B وعندي C وعندي D وعندي E، صح كده؟ وعندي هنا الهاي وعندي الميديوم وعندي اللو. تمام؟ هيروح يعمل ايه بقى في ريجارد؟ قلنا ان هو هيروح يشوف لكل كولم الماكسيمم بتاعها يبقى ايه، لكل يعني كولم بتاعي الماكسيمم هيبقى عباره عن ايه. يعني ده مثلا الكولم ده قيمته كام؟ 600. تمام؟ هيقوم جايب هنا كده عامل ايه، كل رقم في الكولم ده طرح 600 ايه ماينس الرقم، يعني 600 ناقص الرقم اللي هو 600 ناقص 350. تمام؟ 600 ناقص 590 هنا هيبقى ايه؟ زيرو. وهنا 600 ناقص مين؟ 550. وهنا 600 ناقص 475. تمام؟ طيب كولم التاني برضه هيشوف الماكسيمم فيه كام؟ هيبقى 400، ويقوم يعمل ايه؟ 400 ناقص 150، وبعدين 400 ناقص 250، 350 سوري، 400 ناقص 225، وهنا 0 و 400 ناقص 325. هفضل كده ايه؟ هفضل اعمل كده في التيبل. تمام؟ دي هتبقى كام؟ 500 ناقص 250 وهنا 0. انا عارفه ان خطي مايل وعامل، معلش. ماشي؟ وهنا مش فهمتوا الفكره؟ فهمتوا الكونسبت هنا؟ طيب 500 ناقص 250 و 500 ناقص تاني 250، 500 ناقص 200. تمام؟ دي هتطلع ايه؟ شوية values. يعني ده مثلا خليني نقول ده 250 ودي 250 برضه 300 ايه؟ ودي برضه 200 ايه؟ و50. دي هتبقى كام؟ 10. ودي 50 ودي 0 وهنا هتبقى 175 وهنا 250. ده 600 ناقص 550 هتبقى 50 وهنا دي 250 ودي 300 ودي كام؟ 75 ودي كام؟ 125. تمام؟ حلو كده؟ هيقوم عامل ايه بقى هو؟ واخد الماكسيمم بتاع كل رو.
احنا خدنا ماكسيم بتاع كل كولوم وطرحناه كده، عملنا التابل. التابل ده شبه بقى مين؟ كانه زي بي اوف. هو ما عايز اجيب ايه الماكسيمم بتاع كل رو، تمام؟ الرو ده الماكسيمم بتاعه كام؟ هو اصلا كله ايكوال بعض، فيبقى عندي ايه 250. اللي تحت 10 50 10 50 0 هتبقى كام؟ 50. اللي تحت ده 0 175 250 تبقى كام؟ 250. وبعدين 250 وبعدين 300 صح؟ طيب هقوم واخد ايه؟ انا كنت كاتبه لكم ماكسيمم صح؟ لا هي المينيمم، المينيمم مش الماكسيمم، معلش. هاخد حتى انا كاتبه ذا وورست، هي فين؟ معلش ذا وورست فاليو بتوين اي دبليو بي دبليو سي دبليو، تمام؟ اوحش حاجه فيهم، تمام؟ لان دي ايه بقى؟ ميني ماكس. بعمل ايه؟ بقلل الخساره، فانا عايز اقل حاجه انا هندم عليها. ما هو ريجارد يعني ندمان، فالجدول ده اللي هو ايه بعد ما انا هعمل خساره بتاعتي وعملت حسبه الخساره، فانا عايز اقل خساره انا هخسرها. في اول كيس احنا كنا بنقول ايه؟ في حاله اوحش الوحشين انا عايز احسن مكسب. الجدول ده مش مكسب، الجدول ده ايه؟ جدول بتاع زي خساره. جدول ده ريجارد يعني ندم، لص اوبورتونيتي لص، في خساره، فانا عملت جدول للخساره بتاعتي، تمام؟ فانا عايز ايه بقى؟ اقلل الخساره. يبقى انا هختار ايه؟ اقل قيمه بعد الخساره بتاعتي، تمام؟ هتطلع مين؟ السايد بتاعي يبقى بي. تاخدين بالكم ان كل الاستراتيجيز او يعني اغلبها بتميل مين؟ للبي، ما عدا مثلا اللي هو البيست بيست، اللي هو اصلا مش البيست بيست طلعت برده مش بي، طلعت سي، لكن كانت البيست ماستد اي بي، واللابلاس كانت بي، وادي دي كمان مين؟ بي، تمام؟ طيب هو حد مش فاهم اللي انا بعمله؟ طب حد فاهم احنا بنعمل ايه؟ بالظبط، ان انا بشوف كل الكيسز بتاعت المكسب والخساره بتاعتي، ان انا بشوف كل الاحتمالات بتاعت اي سايت او اي شركه ببتدي انشاها او اي حاجه انا عايزه اشتريها لشركه مثلا، ببتدي اشوف ايه احسن حل انا عايزه اختاره. ففي الكيس بتاعتنا دي هو بيشوف اي سايت انا محتاجاه للفيزيشن بتاعتي، فاي ولا بي ولا سي، بناء على ان انا عندي شويه طلبات. الطلبات دي لما تبقى عاليه قوي، لما متوسطه تبقى لو لكل سايت، تمام؟ طيب رقم اي، رقم اي يقول لي انا عايز سولوشن للهرتز. سولوشن بتاعتي، انتوا بتهزروا صح؟ احنا الساعه 3 الا 10 واحنا لسه في اول مساله. طيب لا احنا محتاجين نخلص ثلاث مسائل، خلوا بالكم. طيب بسرعه بقى، هرتز اوبتمايز 0.4 هيبقى عايز ايه؟ الالفا بتاعتي ب 0. ايه الالفا بتاعتي؟ هتبقى ايه؟ 0.4. فاروح عامله ايه؟ عامله يعني رقم، دي رقم مين؟ رقم ايه صح؟ هم قايله له ايه؟ الهرتز فاليو للاي هتبقى عباره عن 0.4 للبست بست. بست بست عندي مين؟ بست بست فين ايه؟ 600 مين؟ للاي، للايه مش للكله، بقول للايه. مين البست بست بتاعها؟ انا كاتبه مين؟ هيرت فاليو للايه صح؟ هو ما قالش للايه، هو انا بعمل جد بعمل الكولم، هزود هنا كده كولم اسمه ايه؟ هيرت فاليو.
تمام ماشي. عايزه اجيب قيمه هنا قيمه هنا قيمه هنا قيمه هنا قيمه هنا. طيب عباره عن ايه؟ عباره عن 0.4 في البيست بتاعت الفاليو بتاعت الاي بلس 1 ماينس الفا في البيست ورست او اقل الوحشين فيها. تمام. انا اوريدي عامله ايه؟ ما انا جايبه الورست وجايبه البيست، فانا هاخد القيمتين دول. تمام. يبقى 0.4 في مين؟ في 350 بلس مين؟ 0.6 في مين؟ في 150. هتطلع كام؟ هتطلع 230. تمام. او محطاها فين؟ هنا 230. تمام. تاني هيرتز فاليو لمين؟ للبي. هتبقى 0.4 في مين؟ 590 بلس مين؟ 0.6 في 350. هتطلع فين؟ 446. او محطها فين؟ هنا. تمام. الباقي بقى هيطلعوا 375 370 310. تمام. هقوم واخد ايه دي؟ بتفاضل ما بين الوحش والحلو، دي مش خساره، فانا هيبقى هاخد ايه؟ اعلى ماكسيمم. يبقى مين ده؟ يبقى برضو السايت مين؟ يبقى بيست سايت بي. تمام. طيب رقم اف هيبقى ايه؟ بيقول لي انا عندي هاير اناليست ثانيين، الاناليست دول هيعملوا probability او هيحطوا احتمالات لكل demand. ايه هاير؟ يعني بعين، بس عايزه اجيب ناس عندي في الشركه. تمام. طيب ايه بقى الموديل؟ ايه الاكسبكتد موديل فاليو بتاعتي للسولوشن؟ بيست سولوشن بتاعتي او عامله ايه؟ اكسبكتد فاليو موديل هي عباره عن ايه؟ probability في مين؟ في البي اوف تيبل. تمام. عشان عندي اهو تيبل probability، صح؟ هيبقى مديك ده، ماشي؟ مديك جدول للبروبابيلتي لكل سايت مع الدومينز بتاعته، كل probability دي. تمام. يبقى كاني بقول له ايه؟ كاني بقول له ال 350 دي probability بتاعتها كام؟ 0.1. ودي خلينا انا معايا دي مطبوعه، ودي كاني ايه؟ 0.55. ودي كانها ايه؟ 0.35. مش هو الجدول ده، هو الجدول ده بس متحول لانه ايه؟ probability. تمام. طيب هيقوم عامل ايه بقى؟ عامل لكل expected value هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى الرول طبق summation probability في كل قيمه. يبقى انا عامل هنا ايه؟ 0.1 في مين؟ في 350 بلس مين؟ 0.55 في 150 بلس 0.3 في 250. القيمه دي هتطلع كام؟ هتطلع 205. تاني اللي تحتها. نعم. ما قسمتش، انا عامله سلاش، انا بس حطيت كاني التيبل وفوق التيبل عشان بس تبقوا قدامكم، لكن دي مش قاسمه. ماشي. هنا مثلا مين البروبابيلتي بتاعته؟ 0.2. هنا 0.5. هنا 0.3، صح؟ هعمل ايه؟ اكسبكتد فاليو لبي، نفس الخطوات. تمام. هو مايل له هنا مين؟ 0.2 في 590 بلس 0.5 في مين؟ 350 بلس 0.3 في 500. انتم ملاحظين حاجه؟ ان لازم المجموع البروبابيلتيز دي يبقى ايه؟ بواحد. تمام.
هتطلع بكام القيمة دي؟ هتطلع 620. نكمل باقي بقى، هيطلع ده 270، ده 355، ودي 332.5. هتبقى مين؟ دي احسنهم. يبقى برضو مين؟ اللي هيفصل. طب انا هعدي رقم 2 وهعمل رقم 3 وكده برجع لاتنين لو في وقت. 2 هي نفس فكره 1 بس هي على 2 alternatives، مش يعني 2 alternatives مش كذا alternative. دول اسمهم alternatives ودول اسمهم state of nature او events بتاعتي. يعني 2 بدل 3 يعني هي medium وهاي، ماشي؟ وعندي جاما نايف وعندي سيرجيكال روبوت وعندي سيت مثلا امبلانتس، دي حاجات انا عايزه اشتريها. فايه احسن مثلا بادجت انا عايزه اجيبه او احسن حاجه؟ فنفس فكره نفس كل حاجه، بس فيها الديسيشن تري والرول باك. طب ثواني، طب خليني بس احط الفيشه. اصبر هقول لكم اني الاحسن 2 ولا 3. لا 2 احسن، لان هي فيها الفكره ان احنا نعمل زي التري. خلينا نعمل 2 بس انا مش هكمل، يعني خلاص ال A وال B وال C الحاجات اللي هي الاولانية فيها. هي فين رقم 2؟ رقم 2 خلينا نعمل 2. رقم 2 بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي Bay of Table موجود اللي هو ده. Choose alternative for 3 new product line decisions. انا عندي 3 برودكتس هجيبهم، الجاما نايف او الهارد بروسيدير او البروستات سيت امبلانتس، تمام؟ وعندي 2 ستيتس اوف نيتشر فور ذا ديماند فور ذيس برودكتس. الباي اوف او الريفينو ار جيفن ان مليونز اوف دولارز، تمام؟ يعني البروفيتس اللي تحت دي بالمليون بالدولار، يعني 10 مليون 40 مليون كده، تمام؟ The healthcare facility can afford to implement only one من the product line. تمام؟ مديني ال probabilities بتاع كل product line في the state of nature stat. يعني مديني table الأولاني ومديني إيه؟ table التاني. تمام؟ بيقول لي إيه؟ هات لي البسمستد وهات لي الأوبتيمست وهات لي اللابلاس والميني ماكس ريجرد والهرتز أوبتيمست لل 0.6. تمام؟ هتعملوا نفس إيه؟ الخطوات اللي احنا عاملينها، بس في لابلاس انا عندي كام برودكت، عندي كام دوماند؟ 2. فيبقى ايه؟ هقسم على الاثنين، تمام؟ ومديني هرتز ب 0.6 تبقى 0.6 في البيست بيست بلس 0.4 في الورست بتاعت كل كيس، تمام؟ طيب ازاي بقى هرسم الديسيشن تري بتاعتي؟ ازاي هعمل decision tree للكلام ده؟ انا هضطر امسح ده بقى. Thank you.
طيب ايه هي بقى الديسيشن تري؟ الديسيشن تري ان هي عندي روتس وهبدا ارجع بنودز لغايه لما اوصل لمين؟ للليف بتاعتي او اللي هي البوينت بتاعتي اللي هي ايه الماكسيمم اللي هي هتبقى البيست سولوشن بتاعي. يعني انا عندي عندي شويه ليفز او لودز ورا كده وهبدا ارجع ورا كده لغايه لما اوصل لايه لاحسن سولوشن بتاعي. تمام؟ يعني ايه؟ يعني انا عندي كام عندي كام برودكت لاين؟ عندي ثلاثه صح، جاما ومين هارت ومين البروستات امبلانت ده صح؟ صح كده؟ كل واحد من ده كام دوماند؟ اتنين صح؟ صح؟ يمين مين؟ ميديم ومين؟ هاي. ميديم ومين؟ هاي. ميديم ومين؟ هاي. حلو كده؟ طيب الميديم بتاع الجاما البروفيت بتاعه كام؟ 10 صح؟ انا بحط التيبل لسه 10 وهنا 40 ودي انتوا شايفينه؟ لا انتوا مش شايفينه صح؟ عشان كده اهو ماشي؟ الجاما دي طالع منها 2. بصوا يا شباب الجاما دي طالع منها 2 ليفل. انا هختار كمان شويه ليفل من ده وبعدين اختار شويه ليفل من ده وبعدين اختار ده ليفل من ده وبعدين الماكسيمم بتاع ده هو اللي ايه هيبتدي يروح لهنا، فهو ده اللي هيبقى بيست سولوشن بتاعي. يعني عندي هنا في هنا نود تمام. طيب ده كده 10 وده هنا 40، هنا هيبقى ايه 24 ومين 36 هنا 20 35 طيب صح 20 35 لكل واحده من دي ليها probability كام اللي هما 0.65 ودي كام 0.35 ودي 0.6 ودي 0.4 ودي 0.85 ودي 0.15 تمام. انتوا عارفين الطريقه دي زي ايه؟ اني واحده اللي احنا لسه عاملينها اللي هي expected ال expected value model اللي هي كل probability في القيمه بتاعتها. هو ده نفس الكلام بس معمول على هيئه ايه تري. طب ده بقى النود دي جايه منين؟ جايه من ده في ده بلس ده في ده، كان النود بتجمع الحاجتين تمام. انا هرجع كده رول باك تمام. طب يعني ايه؟ يعني هاجي اقول له 10 في ده بلس ده في ده هتطلع كام القيمه؟ هتطلع 20.5 تمام ماشي. بصوا دي كده دي كده الديسيشن تري، دي كده انا عملت الديسيشن تري. اللي انا بقى بعمله برجع بيه ده اسمه رول باك موديل اللي هي رقم ايه رقم جي طالبها. تاني انا لغايه هنا كده البيانات اللي انا حطاها دي كده الديسيشن تري بتاعتي. هو بقى طالب في رقم جي الرول باك موديل عشان اختار البيست سولوشن. فالرول باك بيعمل ايه؟ ان انا عندي الدومانس وابتدي ارجع كده اجيب البيست سولوشن من اسمها رول باك تمام. يعني ايه؟ يعني ابتدي عندي اجيب كومباينيشن ما بين دول مع البروبابيلتيز واجيب النوت دي كام قيمتها، فطلعت 20.5. دي هتبقى كام؟ 24 في 0.6 بلس 36 في 0.4 فهتطلع 28.8. دي 20 في ده بلس 35 في ده هتطلع 22.25. هقوم واخده من دول ايه؟ البيست اللي هي مين؟ 28.8. يبقى
البيست برودكت اللي انا هجيبه هيبقى هو مين؟ اللي هو الهارت. هو اسمه هارت؟ لا، هو انا جبت هارت منين؟ انا جبت الهارت. طب قولوا لي ان هو ما اسموش هارت، هو اسم، هو البرودكت اصلا روبوت، سيرجيكال روبوت. لا سيرجيكال، انا قاعده بقول برضو الاجابه ما فيهاش هارت، هي جت من، هي تقريبا رقم، لا ولا حتى اللي بعدها، مش عارفه انا جبت منين هارت. ما علينا، هيبقى مين الروبوت بتاعي؟ هو ده البيست سولوشن بتاعي. تمام، الباقي بقى اللي هما A و B و C و D اللي هو بيست ميست والأوبنست والهيرتز والحاجات دي، محتاجين نعيدها تانية؟ أكيد. طيب رقم ثلاثة، عامل ايه؟ هو مقفول، مقفول. اوف، هو والله مقفول بس يعني. طيب هنا بعمل ايه؟ هنا حاطط البروبابيلتيز بتاعتي في نفس التابل بتاع مين؟ البي اوف بتاعي. بمعنى هو قايل لي هنا، يعني التابل بتاعنا من غير ما اقرا هو طالب ايه اصلا، ده البي اوف بتاعي او التابل بتاعي. تمام، لكل ستيت ليها قدامها ايه؟ ديكلاين وسيم وامبروفينج. حلو، وشويه states of nature بتاعتي. تمام، لكل كولوم البروبابيلتي عليه كام؟ 0.25. مش متغيره بقى، لا دي على الكولوم كله 0.25، على الكولوم ده 0.4، على الكولوم ده ب 3 ايه 0.35. تمام، يعني كل رقم من دول كده هيتضرب في مين؟ في ده. كل رقم من ده هيتضرب في 0.4. يبقى هو دي طريقة تانية أو شكل تاني للجدول مع البروبابيلتي. تمام؟ هيقول لك برضو إيه؟ أنا عايز البيسمست، عايز الأوبتيمست، عايز على حسب هو طالب إيه؟ هنا مش طالب الحاجات دي كلها، هو طالب الديسيشن تري والإي إم إف، الإي إم في، الإكسبكتد مونتري فاليو أو اسمها إكسبكتد فاليو موديل، يعني إي في إف، إي في إم أو إي إم في. تمام، لكل نود، وهات لي البيست سايت. هتعملوا ايه؟ الديسيشن تري. طب تعالوا نعملها بسرعه. انا عندي كام، معلش خلينا نعملها بسرعه، انا عندي كام ستيت؟ واحد، انا ده خلاص شكرا. عندي كده واحد اتنين تلاتة اربعة، ادي خمسة. تمام، عايز اختار منهم البيست. تمام، ده مثلا اسمه ايه؟ ماريلاند دي، وده نورث، وده تي، واخر واحده فيرجينيا دي. ماشي، كل واحده من دي ليها ايه؟ خارج منها ثلاث حاجات، صح؟ تمام، طيب ده اللي هو مين؟ decline same improve، نفس الكلام. تمام، مش هكتبهم بقى. دي هتبقى مين؟ 22 19 15 و 19 19 18، ها 19 17 15 كام؟ 23 17
14 تمام، بعدين 25 21 13، واقوم حاطه ايه البروبابيلتي. البروبابيلتي كام؟ 0.25 هنا، دي كام؟ 0.4، دي كام؟ 0.3. اه صح، 0.25 0.4 0.35 0.25 0.4 0.35. هفضل ايه حطهم هما كلهم على الكولوم حاجه واحده تمام. هقوم قايل ايه؟ عايز الاكسبكتد فاليو لكل نود، تقوم هتضرب البروبابيلتي بس تعملها له على جنب، ها تكتب لها الرول يعني اكسبكتد فاليو للنود دي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن 22 في 0.5 بلس 19 في 0.4 بلس 15 في مين؟ في الفاليو دي هتطلع بكام؟ هتطلع ب 18.35 تمام. اللي تحت دي هتبقى ايه؟ 19 في ده بلس ده في ده بلس ده في ده وهكذا. القيم بقى على طول هتطلع 18.65 16.8 17.45 19.2. مين احسن في النوتس دي؟ 19.2. يبقى انا كاتبه مين هنا؟ 19.2 اللي هي جايه منين؟ من فيرجينيا. يبقى البيست بتاعتي مين؟ يبقى فيرجيني تمام؟ يبقى دي الديسيشن تري، وده اسمه نظام رول باك ميثود او بروسيدير بتاعتي ماشي؟ طيب انتوا رقم 4 ورقم 5 assigned وانديفيدوال مش جروب ماشي؟ هتتسلم امتى؟ هتتسلم على الاسبوع اللي جاي على يوم الاربعاء على الميل. ايه؟ عندكم الترم، الميد ترم هيبقى يوم السبت، ميد ترم 1/4 ايه؟ طب يعني